لكن دلوقتي خلونا نروح لدينا شرف عشان تطمننا على حاله الطقس بالتفصيل ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضل دينا. بشكرك يا محمد، سعيده كمان بمشاركات المشاهدين وانهم متفقين معايا. ايوه متفقين، مش تعرفوا بس انا رايي مهم النهارده. اتفضل يا دينا. خلينا نشرح لكم النهارده النشره الجويه بالتفصيل وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. هيكون مائل الحراره على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون لطيف على كافة الأنحاء. وبالنسبة للظواهر الجوية النهاردة في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نصعد مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 27 والصغرى 18، اسكندرية 26-19، مطروح 25-18، سيوة 28-14، بورسعيد 26-20، دمياط 26-20، الإسماعيلية 27-17، السويس 27-18، طابة 26-20، وكاترين العريش 26-20، كاترين 24-10، طابة 26-20، شرم الشيخ 29-22، الغردقة 29-22، الفيوم 27-19، بني سويف 27-19، والمنيا 27-19، أسيوط 30-18، سوهاج 30-18، قنا 32-19، الأقصر 33-19، أسوان 35-20، الوادي الجديد 32-20، شلاتين 33-20، وأخيرا حلايب 30-21. في انخفاض ده ملحوظ في درجات الحرارة، ده طبعا في ناس كتير بتكون سعيدة بده لأنها بتحب فصل الشتاء، وإحنا كده يعني هنبدأ إن شاء الله الجو يكون هيبرد شوية. هنرجع مرة تانية لمحمد وهدير عشان نكمل فقرات صباحية مصر. احنا ليالي الشتاء دي مش بنلحقها قوي الحمد لله، ان احنا بنصحى بدري قوي قوي، تحسش بقى بشويه الشجن بتوع بالليل في الشتاء. لا لا لا، وبعدين انا وانتي من سكان التجمد الخامس، واحنا بالنسبه لنا شتاء ايه، احنا بنحس بشتاء قوي. الحمد لله ما بتشوفوش الشجن بتاع بالليل. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.